احنا مبادرة موهي مبادرة حديثة الولادة نشأت عام بلبنان بالضم نساء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن بهذه المبادرة هدفنا هو النداء أو إطلاق الضغط على الجهات الدولية والمحكمة الدولية الرأي العام من أجل إطلاق صراح القائد عبدالله أجلان. بالإضافة لهذا نحن عم نعمل على نشر هذا الفكر ونشر أفكار القائد أجلان لحتى نتوصل لتكوين رأي عام دولي ضاغط. من هون نحن بننادي بأهمية هذه المبادرة بأهمية نشر هذه المبادرة، وبنشر هذه المبادرة نحن نعتبر أنه نحن وصلنا رسالة للدول بإن كان بشمال أفريقيا أو بالشرق الأوسط، عرفناهم على فكر هذا القائد. هيدا بنكون مشينا باستراتيجية إنه إذا تعرفوا على فكره فهنا إجباري حيكونوا رأي عام ضاغط بالدول اللي عندهم أو لأصحاب القرار من أجل إطلاق سراحه. فنحن بنسعى أو كان مخرجات توصياتنا بهذا المؤتمر هي إنه نسعى على نشر هيدا الفكر، نوسع هيدا المبادرة أكثر لنستفاد من هيدي التجربة، تجربة النساء الكرديات، ونستفاد كمان من هيدا الفكر لحتى نتوصل لحرية المرأة أو من ضمنها تحت هذا شعار هذا المطور اللي هو الحركات النسائية أو تجارب حركات النسائية للخروج من الأزمات. كان من أهدافنا بهذا المؤتمر هو أنه نعرف هذه السيدات من مختلف الدول على مبادرة نور، وخاصة بشمال أفريقيا نحن شفنا أنه في نساء مدعوات من هذه الدول. فنحن حاليا مصر اليمن بس ما قدرنا بعد لباقي الدول توصلنا. إن شاء الله أنه بما أنه بهذه المسافة أو بهذا الزمن القصير وصلنا لهذه الدول اللي ذكرناها اليوم، ان شاء الله انه احنا بنتوصل للباقي، بنوصل لدول شمال افريقيا اللي بعد ما دخلوا بهذه المبادره مثل تونس او المغرب. او فنحن ان شاء الله انه الوقت الجاي من خلال هذا المؤتمر بيكون وصل صوتنا لهذه السيدات وبنقوم بتشبيك معهم ونوصل مبادرتنا.